الطبخ ده يا جماعة فن زي الموضة والرسم والرقص كمان، الحاجات اللي بنتبسط كده بيها. عايز أقول لكم بقى إن المزاج العالي هو ده الحاجة اللي الواحد بيبقى محتاجها عشان يقدر يدخل ويعمل أكل حلو قوي، ولو الواحد مزاجه مش حلو العيلة كلها بيتنكد عليها. النهاردة بقى معانا صاحبة المزاج العالي نوران فوزي اللي هتكلمنا عن صناعة محتوى الأكل على السوشيال ميديا. ازيك يا نوران؟ ازيك يا شيرين؟ اخبارك ايه؟ الحمد كويسه؟ لله كله تمام. في الاول الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت مش عايشه في مصر بس جيتي بقى مخصوص عشان نقعد ندردش مع بعض عن المحتوى اللي ناس كتير جدا بتتكلم عنه. انت شيف وفود بلوجر كمان؟ انا شيف لا يعني هوم كوك عشان يبقى بالظبط، انا هوم كوك وفود بلوجر وكونتنت كريتور اللي هي صناعه محتوى على السوشيال ميديا، هو ده كونتنت كريتور. احكي لي بقى الافكار اللذيذه اللي بنشوفها دي بتجيلك ازاي؟ يعني هي حاجه مش سهله، ناس كتير جدا بتدخل على السوشيال ميديا وبتنزل محتوى لكن مش كل الناس قادره ان هي تتميز كده. احكي لي انت بتقدري تجيبي الافكار دي ازاي؟ بتجيبي الالهام بتاعك منين؟ انا طول عمري عامه بحب الفن، اوكي، بس يعني ما كنتش عمري بفكر ان انا في تمثيل او اي حاجه، بس كنت دايما بحس ان انا منجذبه للاعلانات والطريقه اللي هم بيمثلوا بيها والطبخه. عامه طول عمري كنت مع ماما بطبخ في يعني وهي بتطبخ، فدي كانت حاجه انا ايديا كانت فيها دايما. بعد ما اتجوزت لقيت ان انا ببقى عايزه اخلص الشغل بسرعه علشان عايزه اطبخ. بعد ما قعدت في البيت بعد ما ولدت ابني قلت انا يعني لازم ادوكيمنت الحاجات اللي انا بعملها دي لان هي يعني حلوة. ايوه بالزبط. حلوه وانا عايزه عايزه توثقيها اعلم على حاجه لازم نشوف. بالظبط. فابتديت خطوات بسيطه اوثق الاكل اللي انا باكله علشان كنت عايزه اخس، وبعدين اكتشفت ان انا يعني شويه سلولي ابتديت اتعلم التصوير، وبعدين حسيت ان انا عينيا بتكابتشر حاجات او موفمنت معين ببقى عايزه ان انا كمان يعني اوريها للناس من خلال عينيا. فمن هنا جه التوثيق بالفيديو. بعد شوية حسيت ان انا يعني وانا بطبخ بحس ان انا في قصة معينة باك ستوري للي انا بعمله، فابتديت ان انا اعمل زي قولي يعني like recitation، بدي قصة للأكلة اللي انا بعملها. بتلاقي افكار القصص دي ازاي؟ يعني انت دلوقتي قاعدة قدام صينية بطاطس لقيت لها فكره ازاي ان انت تتكلمي عنها بالطريقه دي وتصوري ايه وتمسكيها ايه؟ وبنشوف كده انا برضو اللي بحبه في فيديوهاتك ان انت بتعملي شطات سريعه ولذيذه وماسكه حاجه بايديكي، ماسكه حاجه جنب عينك وتاخدي شط من هنا شط من هنا شط للاكله نفسها. ازاي بتجيبي الافكار دي؟ هو بيبقى مستوحي بفكره الفيديو كليب. اوكي، يعني انت في الفيديو كليبس عامه او في يعني في الاغاني عامه التصويريه بتلاقي الراجل بيغني وراه موديل بتعمل حركه معينه او كده، فانا بالنسبه لي الاكل هو الموديل. اوكي، انا ايوز الاكل ان احنا كاننا بنعمل مع بعض يعني رأسة. على اغنيه بالظبط. ودايما علشان انا يعني اتربيت على الاغاني القديمه بتاعه أيوة. الثمانينات والتسعينات، فمخي بيروح للاغاني القديمه وحاجات عادل امام وكل الحاجات دي كلها هي اللي بستوحي منها الفيديوغرافي بتاعتي الافكار يعني. او يعني طريقه التصوير بتاعتي. فعلشان كده انا مثلا بتقولي بجيب الافكار منين؟ ببص للاكله بحس ان هي لايق عليها الاغنيه الفلانيه، ومن هنا وانا بعمل الاديتنج بيجي الكومبو ده بيحصل الحاجات دي على بعض. طب ايه الحاجات الاساسيه اللي تخلي الفيديو يبقى ناجح؟ يعني لازم يكون في ايه؟ ايه العوامل المهمه اللي تكون موجوده في الفيديو؟ لازم يبقى عينيكي وهي بتتفرج نفسها تشوف هيحصل ايه في الخطوه اللي بعدها. يعني تشويق. لازم يبقى في تشويق، وفي نفس الوقت هو طبعا انا يعني هقول لك على حاجه، بس هو في ناس كتير جدا بتعمل ريسبيز تحفه وممكن تبقى احسن مني، بس انا بحس ان هي مش بس على الوصفه، هي بس على الستوري تيلينج اللي بيحصل في أيوة. الفيديو، هو ده اللي انا بلعب عليه. ازاي بتحكي القصه؟ بالظبط بالظبط. ان انا فعلا شفت كذا حاجه ليكي وبتفرج وبقول عادي يعني ما احنا بنعمل ده في البيت يعني. بس لما بشوفها عندك بيبقى الموضوع فيه لذاذه، الموضوع كده بحس لا ده انا هقوم اعملها حاجه، انا هطبخ دي بكره الصبح. وابتديت فعلا ابص للحاجات دي بنظره تانية خالص، فهي فعلا القصه مع الافكار مع طريقه الفيديو هي دي اللي بتفرق قوي. من ضمن الحاجات طبعا كلنا عارفينها ان على الانستجرام
لازم الواحد على طول يكون مهتم وبينزل، وكل يوم النهارده تنزلي طبخه وتنزلي ايا كان المحتوى بتاعك ايه، يعني انت مثلا بتتكلمي على الاكل، في ناس بتتكلم عن الموضه، ناس بتتكلم عن الكتب، ايا كان المحتوى ايه المضمون بتاعه، لكن لازم تكوني دايما عندك الوقت والاهتمام ان انت تنزلي دايما، يا اما الفولورز هتقل، الريتش زي ما بيقولوا بتبقي خلاص ما توصليش لناس كتير، خلاص بتتنسي كمان مع الوقت. ازاي على طول بتبقي في المود ان انت تدخلي المطبخ دايما وتطبخي دايما وتصوري وتطلعي فيديو حلو دايما؟ هقول لك، انا قررت مؤخرا، حصل كده زي يعني انستغرام جنن الناس كلها منهم انا، جات لي فتره حسيت ان انا يعني ديستربت جدا، متضايقه ان انا لازم اعمل حاجه، طب انا مش عايزه اعملها، انا مش حاسه مثلا ان انا عايزه ارسم دلوقتي، صح؟ هل هترسمي لو انت متضايقه مش عايزه تعمليها دلوقتي او مش في المود يعني؟ بالظبط. فانا قررت مؤخرا ان انا مش هعمل ده غير لما احس ان انا في مود ان انا عايزه اعمل الفيديو ده، يعني يعني زي الراجل اللي بيكتب قصه بس. فانا ما بقتش دلوقتي متعلقه قوي بموضوع الارقام والريتش والفولورز، وبقيت يعني اكتر بعمل الموضوع ده عشان اطلع فيه الحاجه اللي انا نفسي اطلعها من جوايا، عشان ابقى كده حاسه ان انا يعني مبسوطه. فانا ام دوينج ات لنفسي قبل ما اعملها لانستغرام. بالظبط. فمش مشكله بقى، مش لازم يبقى كل يوم. لا لا، ما بقتش بعمل كده خالص. بتعمليها حسب ما تكوني قادره، حسب ما يبقى في عندي قصة للفيديو اللي انا عايزه اقوله، عشان تطلع صح يا ما تطلعيهاش. بالظبط. صح. يعني بقيت بعمل نفسي اي حاجه وخلاص، مش فود بلوجر، مور اوف يعني باي كرييت يعني زي الدايركتور. صح. طب طبعا الفيديوهات دي بيبقى وراها تعب رهيب، يعني ممكن فيديو انت عاملاه 30 ثانيه قعدتي فيه 30 ساعه بتصوري وبتطبخي وبتغسلي وبتعملي كل الحاجات اللي في المطبخ. احكي لي بقى الكواليس بتبقى عامله ازاي، يعني انت دلوقتي عشان يوم تقليدي عندك هتطلعي خلاص انت في المود وعندك فكره وعندك طبخه، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي مش بيحصل؟ شكلي في كوارث والله. انا ام لطفلين ولدين ما شاء الله. فا يعني 3 سنين و6 سنين، ومفيش يعني عندي ناني او اي حاجه. وعايشه حاجه لوحدك؟ وعايشه في دبي لوحدي، يعني مفيش اهلي حواليا. فالموضوع بيبقى ساعات دمار شامل يعني في وراء الكواليس. عشان انفذ اللي انا بعمله يبقى فيه ابتسامه على وشي، هتلاقي الناحيه الثانيه حصل فيها دمار. في دموع من شويه يا جماعه، لسه حالا خلاص لسه هقوم بقى. ببقى شايفه فعلا دموعي بتبقى نازله، هو انتوا بتعملوا ايه؟ لا، عشان كده دايما انا ما بك... يعني ناس كتير بتقول لي احنا عايزينك تطلعي في الستوريز تتكلمي، احنا بنستمتع لما بتطلعي تتكلمي، انت لذيذه، انتوا مش عارفين انا لو طلعت اتكلمت انتوا مش هتسمعوني. في ده وشافين حاجات بتحصل. وبعدين مؤخرا انستغرام عايزك انك تعملي فويس اوفر. انا اللقطه دي بالنسبه لي انت مش متخيله، انا لازم انيمهم علشان يبقى في هدوء عشان اعمل فويس اوفر، وانا اصلا عايزه انام او اتفرج على التلفزيون بس بعمل فويس اوفر، فاهم؟ عشان اكمل تقدري تخلصي الفيديو. طب انت بتعملي كل حاجه في البيت؟ مفيش اي مكان بتصوري فيه غير بيتك؟ لا، هو لو هتكلم على الفود كونتنت بتاعي انا على البلوج بتاعي بيبقى في البيت من مطبخي. بس انا اصلا يعني لو هتكلم على مش فود يعني مش فود كونتنت بعمله، انا اصلا فوتوغرافر وفيديوغرافر للبراندز، فده الحاجة اللي بس براندز ايه؟ أكل برضو؟ نو كل حاجة، مش شرط الأكل بس. I'm a photographer and videographer، يعني لفاشن، ل anything. I'm مسمية نفسي مصورة كل حاجة. والله بصي في مصر بيقولوا عليها 7 صنايع. أنا 7 صنايع فعلا. لا، أنت هتلاقيني أنا معاكي في كل حاجة. هتلاقي معاكي في كل حاجه بجد. يعني ما يغركيش ان انا يعني كده لابسه ومتشيكه وبتاع، بس ورا الكواليس حاجه تانيه. ايوه، شفت كنت لسه والله ما بكنس الشقه قبل. بس اكيد جميله برضه والله. طب نوران، انا عارفه برضه ان انت كنتي من ضمن المتسابقين اللي راحوا مسابقه تشوبت، ودي حاجه كبيره يعني. تشوبت دي اساسا مسابقه عالميه، ودلوقتي بقت موجوده في الشرق الاوسط. جات لك الفرصه دي ازاي؟ يعني دي حاجه كبيره على فكره. انا هي كبيره جدا، وما قدرت ما قدرتش اقول لها لا. يعني هما بعتوا لي على انستغرام قالوا لي احنا نفس يعني نحب ان انت تيجي معانا في البرنامج، ايه رايك؟ يعني اول حاجه في مخي قلت هقول لا، لان ايه ده تشوبت، ومش عايزه اعمل حاجه يعني تخزي بالاكونت بتاعي، مش ناقصه. يعني هتطرد من اول مره، انت عارفه كل الافكار اللي هي بتاعت الوات اف كده. فكنت قلقانه شويه. بعد كده جوزي قال لي يعني شدوت، فانا
اشتركت فيها الحمد لله. يعني شايفين يا جماعه الرجاله اللي بتشجع ستاتها؟ هو لا لها روحي واشتركي. شجعني بصراحه، هو ده الصح. لولا ان هو زقني كنت شويه يعني ملقلقه متردده. طب احكي لي كده الكواليس بقى كانت عامله ازاي؟ يعني طبعا احنا على الشاشه بنشوف بقى طبختي ايه وطلع ايه وده كسب وبتاع، اكيد اكيد انا متخيله ان الحقيقه ممكن في حاجات ما بتطلعش. لا هو إيه، انا عايزه اقول لك ان يعني السسبنس اللي كان طالع على الشاشه ده كده اقل بكتير من اللي احنا كنا فيه، وفعلا كل حاجه في البرنامج يعني حسب ما حصلت حصلت. يعني هو فعلا ما بيديكيش وقت، انت فعلا هتشوفي البوكس ولازم تعملي على طول الاكله. فكل حاجه ده بتحصل حقيقي فعلا، ده كل حاجه صح. يعني انا كنت طول عمري كنت يعني بوندر هو ده بجد ولا تمثيل، بيبقى قايلين لهم او مش قايلين لهم، مديلهم وقت اكتر وهما بيضحكوا علينا. لا تماما يعني تماما حقيقه فعلا. فوراء الكواليس كانت فيها توتر، كان فيها بطن مكركبة. بس كانت بصراحة تجربة بالنسبة لي يعني خطيرة. أكيد. لا يعني يعني حاسة أن أنا تحديت نفسي. فأنا كنت داخلة بكونسبت أن أنا عايزة يعني أخوض التجربة عشان ابقى فخوره بنفسي، مش عشان بس اكسب. كان نفسي اكسب بس ما اتضايقتش لما ما كسبتش. لا بس حلو طبعا، اكيد تجربه اصلا الواحد ان هو يحس ايه ده، ده هم شايفيني ان انا شاطره لدرجه ان هم جايبيني يقولوا لي يلا تعالي ادخلي معاهم المسابقه، دي حاجه كبيره. لا طبعا وصلت لاخر اتنين على فكره فعلا. طب هي ده يعني كان خلاص قدامك خطوه يعني. ايوه السيزون الجاي تدخلي عليهم بقى ايه بالتقيل. قولي شايفه نفسك فين في السنين اللي جايه؟ يعني انت دلوقتي عارفه ان انت شيف هنا بتعملي كونتنت او محتوى لناس مختلفه في مجالات مختلفه بتطبخي، ده شايفه نفسك فين كمان 5 سنين كمان 10 سنين؟ حاسه انك عايزه تبقي بتعملي ايه؟ تتخصصي في حاجه ولا تكبري اكتر؟ لا هو انا بالنسبه لي الفود بلوج بتاعي انا من خلاله بعمل فود كونتنت لبراندز ثانيه خلاص، وفي الوقت اللي بيبقى عندي فاضي بعمل انا حاجات انا بحبها يعني. فهو بالنسبه لي عارفه زي فاسل يعني، يعني هو وسيله لحاجه مش بس بعمله كده يعني. الخطه بقى الخماسيه ولا وكده، انا ان شاء الله يعني عايزه اعمل شركه لنفسي في الكونتنت كرييشن. ما بقول لك انا فوتوغرافر وفيديوغرافر، وفي المجال ده انا بكبر جامد في الامارات مش في مصر. فان شاء الله يعني ماشيه في خطوات ان انا اعمل نفسي شركه هناك. فخر مصر. بس فهو دي الخطه بتاعتي يعني. وان ذا سايد عشان انا بجد يعني انا شايفه ان انا ريسبي كريتور شاطره على فكره، مش ده يعني مش قصدي حاجه، بس انا فعلا شاطره في الحته دي. فانا ام دوينج ات ثرو نيمف ايتس، هي دي بقى الحاجه اللي انا بعملها. هي دي الصفحه اللي انت بتعمليها للاكل. فهو في كذا حاجه انا ماشيه فيها، بس مش الفود بلوجينج هو نمبر 1، لا الكونتنت كريشن هو بالنسبه لي نمبر 1. صناعه المحتوى. عشان كده انا مش عارفه او صناعه المحتوى، عشان كده انا مش تركيزي مش 1000% على الفود بلوج بتاعي، عشان كده ساعات تلاقيني مش موجوده شويه. لا يعني اللي هو اتاخرت ورا شويه. كل عمال يعمل كده انا لسه هنا. لا 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 بس برافو برافو. المهم ان انا من مع الناس اللي هي هعمل حاجه صح ما اعملش. يعني مش لازم ابقى موجوده عشان التواجد وخلاص، ما انت هتلاقي في النص حاجات مش احسن حاجه. بس انت ده يوم ما تنزلي فيديو بيبقى فعلا فيديو صح. فهو ده المهم. هو ده المهم. طب بقول لك ايه، تيجي نلعب؟ ما تخافيش خالص. بصي هسالك كام سؤال سهلين جدا. اوكي. هتردي عليا بالمضرب ده. ماشي. تمام ولا اي كلام؟ اوكي. لو تمام اوكي، لو اي كلام بعد ما تردي عليا بالمضرب هتقولي لي بقى ساعتها ليه اي كلام، الصح هيكون ايه. اوكي ماشي ماشي. امسك المضرب. يلا بينا. ماشي اوكي اوكي. طبعا نوران انت جدك كان الفنان العبقري محمد فوزي اللي الناس لسه لحد النهارده مبهوره باغانيه ومبهوره بيه، فانا طبعا لازم استغل الفرصه دي ونسالك كام سؤال عليه. اوكي. هو كان اخذ لقب كازانوفا الشرق، تمام ولا اي كلام؟ ايه ده انا مش عارفه الكلام ده، بس انا هقول بصي انا هقول تمام. صح برافو. ايوه كده صح، كان قلبك حاسس. قلبي حاسس طبعا، يعني حفيدته قدامك هي كذا نوبايه. فيلم لحن الخلود كان بطولته؟ ما اعرفوش يعني، ممكن ابقى عارفه الاغاني اللي فيه بس الاسم لحن الخلود ما اعرفش، انا اسفه. طب هو كان بطولته تمام ولا اي كلام؟ لحن الخلود ولا عمري سمعت على لحن الخلود ده. انا ده اسم فيلم. انا هقول اي كلام. اي كلام هو فعلا مش الفيلم بتاعه. يعني كده طيب. روح لخبطك بس. ايوه حسيت اني ما اعرفوش ده. مش طبعا مش طبعا.
طب جدك الفنان محمد فوزي اتعرف على الفنان فريد الأطرش في كازينو بديعة مصابني، تمام ولا اي كلام؟ بصي انا هقول تمام عشان في الاسامي دي كلها طبعا فيها يعني رينجينج ا لوت اوف بيلز، فانا هقول يعني تمام. صح، برافو عليك، دي حقيقه. لازم تكوني عارفه الحاجات دي. لازم. لا انا عارفه عشان هو كان متجوز يعني اخته، لكن طبعا انت عارفه. ها اكيد. فعشان كده قلت يعني ممكن فعلا هو فعلا كان بيشتغل مع بديعة مصابني. عشان كده فانسي يعني قلت جمعت خلاص يبقى اتقابله هناك. جدك الفنان محمد فوزي غنى ماما زمانها جايه وذهب الليل وهاتوا الفوانيس يا ولاد، تمام ولا اي كلام؟ تمام طبعا. تمام طبعاً. دي حاجات يعني لحد النهارده لسه الجيل الجديد بيسمعه وبيستمتع بيها جدا. يعني لسه برضو في كل المناسبات دي محدش قدر ان هو يعمل اغنيه اقوى منه، في ايا كان في رمضان ولا اغنيه عن الام يعني ليها علاقه بان طفل مستني مامته. يعني كل الحاجات دي لسه هو برضو اللي متفوق فيها. ده حقيقي. انا بشغل دايما ماما زمانها جايه لاولادي يعني. اكيد. اكتشفت ان في ناس كتير لسه بتشغلها لحد دلوقتي. لسه فاهمه. فالموضوع مكمل ان شاء الله. ان شاء الله. طب انت بتغني انت او ولادك؟ يعني بروفيشنالي لا. لا بس صوتك حلو. يجي منك يعني. لا يعني مش عارفه، ممكن دندنه كده مع نفسي هقول طبعا صوتك تحفه يا نور. بس يعني لو قلت كده لا مش هيبقى هتلاقي بقى هتخاف كلنا. لا هتخاف خلاص. هتلاقي فيه رعشه وهتلاقي فيه بيتش عالي وحاجات كتير. لا تمام كده، احنا كده تمام. طب هو اللي الف اغنيه الف ليله وليله، تمام ولا اي كلام؟ هو ممكن يبقى لحنها ومش متاكده، بس هو يعني عمل حاجات لام كلثوم بس مش عارفه هو اللي الفها ولا لا. طب تمام ولا اي كلام؟ هنقول اي كلام. برافو، 5 من 5. شفتي رديتي عليهم كلهم صح. قلت لك هتبقي عارفاهم. الحمد لله، يعني بابا هيتبسط مني النهارده. ايوه بالظبط. الحمد لله. نوران بجد انا بشكرك جدا ان انت كنتي معانا النهارده، يعني سبتي ولادك في البيت واهتميتي ان انت تيجي وكنتي معانا، وفعلا اتبسطت جدا يعني استمتعت فعلا بالانترفيو ده. انا اتبسطت اكتر بجد. ميرسي شيرين فور هافينج مي يعني النهارده، وهسيب لك الاندنج. ميرسي جدا جدا ليكي بجد، بشكرك قوي يا نوران. ميرسي قوي قوي. ميرسي. خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنونا في الحلقه اللي جايه. باي باي.